اللي انا مشارك بيه واللي انا مهتم ان انا اعمله هنا وابتديت خطوات كتيره ليه، هو مشروع متكامل في الطاقه والمياه والغذاء، والتلات مواضيع دول على اجنده البحث المصريه واولويات البحث المصريه. الفكره الاساسيه ان احنا بنستخدم الطاقه الشمسيه، الطاقه اللي موجوده في تحليه المياه الجوفيه عاليه الملوحه، وبنستخدمها في الري بطرق مبتكرة حديثة بتوفر حوالي 40% من كمية المية. ففي الحقيقة المشكلة في مصر في المية بالذات ان قطاع الزراعة المستخدم الأكبر وبياخد 80%. والحقيقة الأكبر اللي الناس ما تعرفهاش ان المية دي بتقدم ليهم من الدولة من غير أي تكلفة. فده بيمثل عبء كبير على الدولة. فاحنا لو فكرنا ان احنا نوفر في المية دي بنسبة 20-30%، فده هيبقى مجدي جدا. طبعا احنا هنا مش بنتكلم على الزراعه الموجوده والمزارعين الصغار واللي عندهم حيازات اقل من نصف فدان، لان ده هيأثر عليهم. فاللي احنا هنستخدمه في الاماكن المشروعات الاستصلاح الجديده زي مشروع المليون ونصف فدان لو خدناه على سبيل المثال. فاحنا هنا المشروع فيه مستثمرين اخذوا ناويين ياخدوا مساحات كبيره، فلو احنا في معاهم نطبق المفهوم بتاع استخدام الطاقه الشمسيه في تحليه الميه عاليه الملوحه، ومعظم المليون ونص فدان فيهم اماكن مياه جوفيه عاليه الملوحه فيها، فانا محتاج استخدم الطاقه الشمسيه عشان احلل الميه دي. وهنا بحلل الميه مش من ميه البحر بنزلها للميه اشربها، انا بحلل من 6000 7000 5000 جزء في المليون ل 1000 او 1000 ونص، وبالتالي تبقى صالحه لزراعه محاصيل كتير. لما انا احلل هذه الميه بالطاقه الشمسيه واقدر استخدمها في الري بهذه الطريقه، فانا بعمل حاجه اسمها امن مائي وامن غذائي. ده بدا فعلا بالدراسه مع الحكومه يا فندم؟ ده فعلا بدانا فيه وعندنا حافز كبير، عندنا تمويل من وزاره البحث العلمي وسد النفوس ابتدينا فيه. كام؟ بين 5 مليون و10 مليون. دولار ولا جنيه؟ لا جنيه حاليا. يعني بدايه مبدئية. طبعا مبدئيه، وبعد كده ان شاء الله هتيجي كتير. بس انت بقى يعني اللي علينا دلوقتي ان احنا نعمل دراسات الجدوى الكافيه، نبتدي البايلوت اريا بتاعتنا للمشروع ده نطبق بره، فاحنا محتاجين بقى نطبقه على ارض الواقع ونشوف النتائج عشان نبتدي نعمله.